بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن المشاركة في مسابقة تقييم الطلبة، مسابقة الإلقاء والخطابة، سعدت أن ألتقي بأحد الأساتذة الكرام. اسم الكريم؟ معك خالد بن ربيع بن عبد الرواحي. أستاذ خالد، نعم. ما أهمية مثل هذه المسابقات في تنمية مواهب الطلاب؟ هذه روح الحياة الجامعية. روح الحياة الجامعية تكمن في الأنشطة، نعم، التي تمارس في أروقة الجامعة. نعم. فالجامعة ليست مقتصرة فقط على التعليم، وإنما لصقل المواهب، وهذا ما أثبتته الآن هذه المسابقات. حقيقة أقف إعلانا لهذه الجامعة لرعايتها وللطلاب، والجامعة تقف شامخة بطلابها في جميع المجالات، سواء كانت العلمية أو كانت المواهب في شتى المجالات. من خلال تقييمك اليوم للمشاركين، ماذا وجدتهم؟ ما الذي يميزهم من خلال هذه التجربة؟ من خلال بماذا تميزوا؟ من خلال التجارب المعروضة وجدنا هناك في تنوع، تنوع في الطرح من قبل المشاركين، بين قصيدة وبين الخطابة وبين أيضا الخاطرة وغيرها كانت حاضرة. جميل. فيعني كان التنوع موجود من قبل الأعمال المعروضة والمشاركات. ما هي رسالتك ليتطور الطالب أكثر في هذا الميدان؟ أنا أقول بأنه عليه بالاستمرار، وعليه إذا آمن بشيء عليه أن يعني أن يطور نفسه في هذا المجال، وأن يقرأ وأن يطلع وأن يقف وأن يسأل إذا يعني ثم التساؤل فيما يخص موهبتي، سواء كان في الكتابة أو في القاء أو في الخطابة أو أي موهبة من المواهب. جزاك الله خير. بارك الله فيك.